في ناس كتير بتتساءل على تأثير الصيام على المناعة، وخاصة في وسط جائحة كورونا. هل الصيام مفيد أو مضر؟ الحقيقة في دراسات كتير اتعملت على تأثير الصيام على المناعة، وفي مجملها لم يكن للصيام أثر سلبي على المناعة، ولكن في بعضها ثبت فعلا أن الصيام قد يكون مفيد. في بعض الدراسات ثبت فعلا أن الصيام قد يكون مفيد للمناعة، لأنه بيساعد على تجديد الخلايا المناعية، وكمان على زيادة إفراز الأجسام المضادة، وعلى الكيماويات المفيدة اللي بتقدر إنها تحمينا من المشاكل الصحية اللي بيتسبب فيها بعض الالتهابات. وبعض الدراسات الحقيقة اتعملت على بعض المرضى، وخاصة في ظروف مختلفة. هنلاقي مثلا إنه في دراسات اتعملت على المرضى اللي بيعانوا من الأورام، وإنهم قد إيه بيستفيدوا من الصيام قبل إنهم ياخدوا الجرعات بتاعة العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي بتاعهم. وبالتالي الصيام ما كانش ليه أثر ضار على المناعة، ولكن كان في بعض الأحيان وبعض الدراسات ثبت فعلا أنه الصيام قد يكون مفيد لبعض الناس. علشان كده إحنا مش لازم نخاف من الصيام وأثره الضار على المناعة، لكن لازم نقول أن الصيام كعبادة هو مفروض علينا، وبالتالي هنقول أن الصيام ليس له أي أثر سلبي على المناعة، وقد يكون مفيد في المناعة ويحسن المناعة في بعض الأحيان. كل عام وانتم بخير.